أيوة. لا ما اعرفش اسامه، انا حاسس ان هو عايز بطن رجله بس ما عليش. انا كنت قاعد جنب الكابتن اسامه في الكرة دي قال لي لو حطها بوش رجله من فوقيه من فوقيه يعني كده كانت هتبقى جول. انا وجهه نظري البطن الفرود او حتى بيبقى عنده الثقه زايده قوي ممكن يلعبها بوش رجله انت فاهم، لكن ممكن يكون بيضيع اجوان فممكن هو عاوز يضمنها قوي البطن. فيعملها ببطن رجله عشان ماشي. بطن الرجل حسسه عن الوش شويه ممكن دي او دي فحب يعمل كده ماشي ممكن القرار ده او ده مع علاء الجول اللي جابه ببطن رجله بس عدت هو... رجله كده يا اسامه ببطن رجله عاوز ما هو بطن رجله دي هو حاططها ممكن بطن... ما قالتش لا هو حطها ببطن رجله بس انا حسيت ان هو بيركنها على شمال الحارس ما اعرفش ليه ولكن في كلمه كابتن عايز اقولها معلش في كلمه عايز اقولها هو مروان محسن راح هنا ليه خلي بالك بص مروان محسن يعني لازم نتكلم بمنتهى الايجابيه عليه لان مروان مش بتاع مش بتاع الجمهور الناس لازم تفهم كده مروان بتاع المدربين ايوه بدليل الكلام ده مش بتاع لحظه بتاع المدربين بمعنى ان هو بينزل ينفذ المطلوب منه في الملعب مفيش مدرب يختلف عليه هكلم لك انا بسال ليه انا هكلمك هكمل دي مروان الجمهور كتير الجمهور كتير في مروان مختلف عليه أيوة. انت حر كجمهور لكن انت مش بتشوف الفرقه ولا تكتيك الفرقه كويس اللي بيشوف دي مين ايوه المدرب الفني المدير الفني كل المديرين الفنيين يعني هل هو منتخب مصر والنادي الاهلي مقتنعين بدليل ماشي ان مروان كان بعيد في المباراه دي عشان تلعب هناك بره حب يلعبه موسيماني علشان مروان عنده مهام غير مهام التهديف بتاعته كويس ممكن يكون ما بيجيبش يعني جون. هو بيبني عليه بيبني عليه طب هو جاب جون في بيجيب جوان هقول لك هقول لك ماتش سيمبا بيجيب جوان ماتش سيمبا ايوه مروان محسن قعدنا 90 دقيقه ما رحناش على الجون مره ايوه مروان محسن لما نزل حط الكوره الانفراد اللي في اخر الماتش كانت للسولية ولا مش عارف مين لو كان حطها كنا تعادلنا 1-1 انت فاهمني مروان محسن كتير قوي من التحرك بتاعه بياخد ناس كتير ممكن تكون انت كجمهور مش شايف اللي بيعمله مروان لان احنا بنشوف كدر أيوة. جوه الجمهور أيوة. دلوقتي بيتفرجوا على كدر مزبوط. ما بيتفرجوش على تحركات مزبوط. الا بقى لو كل المدربين اللي جم مع يعني مدربين مش كويسين ان كلهم بيقولوا ان مروان مش لعيب كويس وبيلعب اساس أيوة. وانا شخصيا انا شايف ان مروان عايز حتتين مروان بس عايز حتتين صغيرين في حته ثقه انه يجيب جول وحته انه ما يجلدش ذاته شويه بمعنى انه طول الوقت بيأنب نفسه كتير عيش حياتك في الكوره اتمرن عيش اشتغل انت لعيب كويس خلي ثقتك في الله كبيره ثم في نفسك يا مروان وهتبقى كويس واهم حاجه ان انت بتخدم فرقتك وان شاء الله الجمهور هيرجع لك ليه صحيح. لان الهداف الجمهور يرجع له في جول واثنين وثلاثه مروان كان بعاد عنه الجمهور ولما رجع له الجمهور كله فاني في الجون اللي جابه مظبوط مش عارف كابتن شريف كمان عايز يقول لك انه كمان بيبقى افضل اتنين. لما بيبقى حد معاه جنبه اتنين. يعني زي ما نزل صلاح محسن الماتش اللي فات صح. زي النهارده شريف النهارده لما كان بيعمل زي ما سبورت عشان تاخد امكانيات هو لما تك 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 يا اسامه اتفضل كابتن كل مدربين المنتخبات لعبوه مظبوط كل مدربين الانديه اللي جم بيلعب جنبه صلاح وبيلعب تريزيجيه اولا يعني في سبورت لحظه يا كابتن انت بتجيبه للنادي الاهلي لانه لعيب كويس كنت جايبه هداف دوري لا يعني انت جايبه هداف دوري كل ولعب كاس عالم صحيح لعب كاس العالم لا انا عايز اقول لك حاجه مش مختلفين بص يا كابتن انا عايز اساعده اقول لك احصائيه وارجو الجمهور يلاحظها مروان لما بيتواجد في الملعب مع النادي الاهلي قليل جدا نخسر قليل جدا ما نجيبش جوان كتير ورجعوا للاحصائيه دي